يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم الجلوس مع تارك الصلاة والأكل والشرب معه مع علم أنه لا يصلي إلا الجمعة؟ هذا لا يجلس معه، تارك الصلاة لا يؤكل ولا يجالس ولا يصلي عليه ولا يناكح ولا يتاجر، يعني هذا بلاء عظيم وبلاء مستطير، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين.